زلنا طبعا بنتكلم على منتخبنا الوطني. اكيد كلنا كنا سعداء امبارح وعيدنا بشكل مميز جدا. الناس اللي كانت موجوده في الاستاد كانت سعيده طبعا بنتيجه المنتخب والفسحه، يمكن هي كانت فسحه امبارح وكان يوم رائع بالنسبه لكل من حضروا هذه المباراه. احنا كمان كنا سعداء بعد المباراه، كان في سسبنس كده من في المباراه والواحد كان متخوف لاخر دقيقه يحصل اي حاجه، ولكن الحمد لله حاله الفوز بتخلينا لحد ما مطمئنين. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في اعداد مختلف لمنتخبنا من خلال طبعا الدوري وبطولات افريقيا ومسابقات الكبرى، يقدر يتعامل في الفتره الجايه من خلال طبعا تواجد اللاعبين المحترفين وايضا تواجد اللاعبين المحليين اللي اختاروا مسابقات الكبرى في الفتره الاخيره. برحب طبعا بكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخبنا الوطني كان كأس العالم 90 كابتن ربيع ياسين. كابتن مصر مرحبا بيك. اهلا بيك يا كابتن محمد. نور يا كابتن. نور وموفق دايما. سعيد جدا اللي معاك. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. ايضا كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن وليد مرحبا بيك. مرحبا بيك يا فاروق حبيبي. وحشنا. السلام. ربنا يخليك. ربنا يخليك. كابتن ربيع يمكن حضرتك واحد من اللي شاركوا في هذه التصفيات والحمد لله يمكن كان وشكوا حلو على مصر ووصلتوا بينا لكأس العالم 90. ايضا الاداء دايما اللي كنتوا بتتأدوه من خلال طبعا تواجدكم في المنتخب سواء بقى في التصفيات او كاس العالم كان اداء مميز، وفي ناس بتشبهه بشكل كبير باداء منتخبنا الحالي بغض النظر عن اللاعبين او امكانيات اللاعبين في التوقيت ده او التوقيت ده. كابتن ربيع هو المهم طبعا مبروك الحمد لله على 3 لقاءات امبارح، هذا فضل من الله. المهم طبعا المكسب ومش مشكله، يعني هي الناس تصبر شويه والناس لازم كلنا يبقى ايدينا في ايدين بعض ولازم ندعم الجهاز الفني بشكل اكبر واعمق واللعيبه كمان، لان احنا يهمنا يعني لما اكون 27 سنه ما وصلتش كاس عالم واللعيبه ضغوط كتيره جدا والجهاز الفني والناس، لكن هو المعدل بتاع النتائج ماشي كويس فيه. يعني احنا الحمد لله الاول متصدرين وبقينا خطوات. انا من وجهه نظر احنا كلنا مش مقتنعين بالاداء وهو مش مقتنع بالاداء واللعيبه وكل جمهور مصر، احنا اتعودنا على الكره واللعبه الجميله، لكن الناس تصبر شويه باذن الله تعالى والاداء هينضبط بعد وصولنا بعد الثقه والترابط والانسجام والتفاهم. لكن هو كل شيء له طريقه. كابتن جوهري كان له طريقه، كانت طريقه 3-5-2، هو دي الطريقه اللي كانت موجوده ولعبنا بيها ووصلنا بيها. وهو طبعا الكابتن جوهري برضه كان بيدافع كويس قوي وبعدين يهاجم في الوقت المناسب تروح وربنا يوفق. برضه مستر كوبر له فكر. فاللي اقصده محمد ان هو الراجل نفسه بيقول انا مقتنع وهو عوامل فنيه كتيره جدا ممكن اتكلم فيها، لكن انا عاوز اللي عاوز اقوله ان الناس تبقى عاله جدا والناس هاديه جدا وفي نفس الوقت الصبر. هو مش عاوزين بقى ايه، احنا بقينا ماتشين 180 دقيقه نصبر ونبقى في ظهر الجهاز الفني، نصبر ونبقى في ظهر اللعيبه محمد، نصبر عشان نوصل وبعد ما نوصل لكاس العالم نقعد بقى نجيب كوبر ونقول له الطريقه والاداء والشغل ان شاء الله طيب على اعلى مستوى. ده من وجهه نظرنا، لكن الحمد لله ربنا كرمنا في 3 نقاط، احنا اول المجموعه وباقي خطوات بسيطه جدا ان شاء الله تعالى. الناس تصبر وتبقى هاديه جدا، واطلب من الاعلام واطلب من الجمهور واطلب من النقاد واطلب من كل مصر ان احنا نساند وندعم هذا المنتخب وهذا الجهاز لحد ما ربنا يوفقنا على بعد 180 دقيقة، وبعد كده نقعد نتحاور ونتشاور في الأداء إن شاء الله. يا كابتن يا رب إن شاء الله. بس يعني خليني أقول لك كابتن وليد، يمكن إحنا كنا بنتفرج مع بعض أنا وحضرتك وكابتن ربيع وكابتن سمير كمونة، إلى حد ما إحنا بحس خلاص إحنا خرجنا بره كرة القدم، ولكن وجودك في الجزء التحليلي موجود حتى وإحنا بنتفرج. كابتن وليد في بعض الأمور كانت ناقصة في منتخبنا إمبارح، يعني أحب حضرتك برضو توضحها. مسيرة كوبر بيحاول يعمل اللي عليه، اللعيبه بتحاول تعمل عليه، ولكن وجهه نظري برضه زي ما قال كابتن ربيع الجزء النفسي بتاثر بشكل كبير على اداء او اداء اللاعبين وامكانياتهم، حتى التعليمات بتاعتهم ممكن ما تتنفذش بالشكل القوي اللي هو مديها مستر هيكتور كوبا. كابتن كلام مظبوط مليون في المية. الاول الف مبروك، الف مبروك لمصر، الف مبروك اتحاد الكوره، الجهاز الفني، اللعيبه، الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد، الشعب المصري كله. مهم جدا ان في اوقات الفوز والثلاث نقاط اهم بكتير جدا من الاداء. يعني عايز اقول لك ان اغلب منتخبات العالم بتعاني وفرق كبيره، يعني حتى اقربها معانا في المجموعه غانا قلبت كل موازين المجموعه، ما كانتش اوغندا في الحسبان ابدا. صحيح. وغانا اللي عملت كده على فكره، يعني بتساهلها وبادائها السيء جدا غانا اللي المفروض كانت تنافس مع مصر. لكن عايز اقول لك ان ده في كل المنتخبات. امبارح الارجنتين اللي اتفرج الساعه 1 بالليل بتعاني معاناه شديده على ملعبها وفي وسط جمهورها والاستاد متقفل، ومع ذلك بتلعب واحده من اسوأ مبارياتها، وهي كمان اللي بتتعادل مع فنزويلا. فنزويلا كانت متقدمه 1-0
واحدة من أسوأ الفرق وأضعف الفرق في المجموعة، متزيلة المجموعة 16 مباراة، كسبت مباراة واحدة ومع ذلك كانت كسبانة منتخب التانجو، وكانت هتعمل مفاجأة كبيرة جدا انها تفوز على الأرجنتين في ملعبها. الفرق كلها بتعاني والكرة ما بقتش سهلة. صحيح. الناس اللي قاعدة بتتكلم وهي يعني مش قريبة قوي من الملعب، مش قريبة قوي من التكتيك، مش قريبة قوي من انت فاكر ويرفعها الفلان ويجيبها جون ونكسب خمسة ونكسب كلام. الكرة ما بقتش كده، الكرة ما بقتش بالسهولة دي. انت ممكن تكسب خمسة وستة، كسبت امبارح اسبانيا 8 وقبلها بلجيكا 9، بس انت لما تسهل المباراة على نفسك. لكن طول ما انت بتصعبها على نفسك المسألة مش سهلة، وده شفناه في منتخبات كتير. انت امبارح وصلت ما لا يقل عن 10 فرص، فيهم حوالي 5-6 فرص مؤكدين بنسبة تتعدى 90% في الستة ياردة، ومع ذلك انت بتجيب واحدة وبتفضل قاعد لغاية الدقيقة 86. احنا كلنا كابتن ربيع وانا وانت وصديقنا عماد شاهين الراجل اللي كان عازمنا واياد وكل المجموعة كله خبى وشه، وكابتن سمير كمونة كله راح حاطط ايده خلاص لو جات جول مش هنلحق اخر دقيقتين. فبالتالي عندنا مشاكل، عندنا مشاكل فنية، لكن دي لا ترتقي لمسألة ان انا بقى اشيل الجهاز الفني واضغط. حرام عليكم يا جماعة، تاخدوا تعب الراجل سنتين ونص، وفي ناس تبقى عايزة تقفز على انها تروح كاس عالم، لا مش كده. يعني ولا اخلاقياتنا ولا مبادئنا ولا الاعراف حتى بتقول كده. الراجل اشتغل بالاستراتيجية ما بيغيرهاش، خلاص ما بيغيرهاش ومش هيغيرها. ولازم نقتنع ان دايما المدير الفني هو المسؤول الاول ورقم واحد. والله لو الجهاز اللي معاه كله قال له العب براس حربة هو لك لا مش هلعب براس، هو اللي كلامه يمشي. احنا تعودنا كده في الكورة. فلو سمحتوا ما تضغطوش على الراجل قوي عصبيا، لان انا في كلمة اتكررت امبارح كتير. ايه بقى يا كابتن؟ الضغوط. قالها مستر كوبر، قالها كابتن فايز، أيوة قالها عبد الله السعيد، قالها عصام الحضري، كل تصريحاتهم كل التصريحات يا جماعه علينا ضغوط رهيبه جدا. طب الضغوط دي جت من ايه؟ ده انت ماشي كويس وامورك في التصفيات كويسه والماتش اللي على ملعبك الطبيعي انك تكسبه فتتصدر المجموعه. طب امال الضغوط الكبيره دي عارف ليه؟ الاعلام بيهاجم والناس بتهاجم والجماهير بتهاجم والناس كلها حاطه الراجل وحاطه المنتخب تحت ضغط كبير. اقول لك انا عدد من السلبيات الكتير قوي. بص انت في التقرير اقول لك كابتن ربيع ياسين، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن اسماعيل يوسف، بص الاسامي، كابتن مجدي عبد الغني. صحيح. وهنا في التقرير بتاعنا قالوا ايه؟ محمد صلاح والنني ورمضان صبحي وتريزيجيه. بص فرق الخبرات، فرق الخبرات رهيب. اولا انت جيل بعد لما تريكا بطل، تريكا ويعني هنقول بطل دوليا، تريكا وحسني عبد ربه وبركات ووائل جمعه وعماد النحاس والمجموعه وعمرو زكي ومتعب وزيدان واحمد حسن، مجموعه كتيبه كبيره جدا، بطلوا كلهم مره واحده، اللي اعتزل دولي او اللي ما بقاش بيلعب دولي او اللي بطل خالص كوره. فانت جيت مع مستر بوب برادلي ومع كابتن شوقي غريب، لا الوضع كان أسوأ من كده بكتير بصراحة. وشلنا 6 من غانا وكان الشكل وحش، ومش عايز أقول أسماء كانوا بيلعبوا لكن المستوى وحش قوي. لا أنت دلوقتي عندك فريق شاب، عايز أقولك حاجة، إن شاء الله بإذن الله لو وصلنا إن شاء الله المرة دي عايز أقولك إن بعد كده الوصول هيبقى سهل. ليه؟ لأن الفرقة العقدة دي، لا غير العقدة يا فاروق، الفرقة دي بتبتدي سنها يتقل. يبقى محمد صلاح خبرات اعلى، النني خبرات اعلى، رمضان بيكبر، تريزيجيه بيكبر، كهربا بيكبر، عمرو جمال بيكبر، سعد حجازي، بتحس ان الخبرات هتزيد طبعا. لكن انت دلوقتي رقم واحد خبراتك قليله جدا في الملعب، رقم اثنين مفيش قائد في المنتخب. الاول كان حسني عبد ربه وبيسرع احمد حسن وائل جمعه، مجموعه شباب كلهم كويسين وكلهم بيحبوا مصر وكلهم عايزين يوصلوا مصر لكاس العالم، ادي واحده. اتنين مفيش قائد. ثلاثه عايز اقول لك حاجه بقى، احنا عمالين ننفخ بس امكانيات الفريق عندنا مشاكل في مراكز كتير. دي عايز اقف عندها بس يا رمضان. هنقف عندها دي يا كابتن. بص ما ينفعش يا فاروق تبتدي بالثقه وتختم بالخوف. ابتديت ثقه كمل ثقه، ابتديت خوف كمل خوف. يعني هنا الكره لو نرجع لها معلش يا بيبو هوريك حاجة أحمد يا كابتن. أحمد لو نرجع للفرصة بتاعت رمضان دي، بس رمضان ابتدى فيها ثقة، يعني عملها طبعا عبد الله بشكل كويس، أحمد فتحي طبعا لف وعمل بشماله أوفر كويس قوي، وده اختيار يعني مختلف إن مش لازم أرفع بيميني. عبد الله حطها حلوة. أوف هنا بقى، أوف ارجع سنة بس، سنة ارجع بس كمل
كمل بس اقفل هنا. انا رمضان ممكن احطها مره واحده طيب انا هنا عملت ايه؟ خدت الثقه. ثقه ليه؟ لان الناس دي لو انا حطيتها مره واحده الجون ممكن يشيلها وممكن تيجي مع عقربه في رجله وممكن ما تلبس، لكن خد قرار وانا شخصيا القرار ده انا موافق عليه. هنا 10 على 10 انت نيمت الناس كلها تمام. كمل بس يعني ايوه بس كمان سنه لما بس سوق بس هنا ليه بقى؟ طب ما تاخد ده كمان لجوه بقى لايوه لجوه الملعب. اعمل انك هتشوط ولم هتلاقي كل الاربعه دول وقعوا وتحط بقى في اي حته. كم انت ابتديت ثقه ما تكملش خوف. فرمضان واحده من هيبقى من احلى الاهداف اللي في تصفيات كاس العالم في كل المجموعات. وكمان عشان كمان رمضان كان اخذ القرار يا كابتن ربيع، هو صلاح موجود قدامه وهو بس هو اخذ القرار. بقول لك ايه، وهو من غير ما يديها لحد هو يكمل بيها. يعني بدل ما يبصيها لصلاح، خلي بالك يبصيها لصلاح دي صعبه قوي. عايز واحد يعني رمضان، عايز واحد يعني رفع عينيه او شيء، واحد كمان يعني بارد بايع كمان. هي الفكره هو لازم يكملها، هو هو عمل الفنت ده اكمل كمان فنت الناس كلها هتقع لجوه. خطوه لجوه كمان الناس دي كلها هتقع واكمل. اتفضل كابتن. بص هو يعني هو بعد الفنت اللي عمله ده لو كرك انا فوت تريكن يعني العالي والعيني محمد في السكس يارد هناك. الخبرات دي بتتكلم عليها خبرات بقى دي جايه. انا بتكلم على رمضان في الفرصه دي لو عمل الفنت بتاعه الكوره، هو كان لازم يشوف بقى الحارس ازاي والعين دي مع الخبرات ومع التكرارات الكتيره ومع الماتشات. كرك انا انتهت، هو ده راس حرب خد بالك او اللعيب المهاجم. هو كمان كابتن يمكن دي كانت بعد الهدف تقريبا يا كابتن وليد، بعد الهدف احنا لو كنت جبت هدف تاني كان الموضوع ما. بالنسبه للمنتخب الاوغندي وبالنسبه لنا احنا ماشي. كمان عصبيا ما دي واحده ما دي واحده فاروق من السلبيات اللي محطوطه في ميزان مستر كوبر وهو ملوش ذنب فيها. يعني انا لما اوصلك للسته يارده خمس ست مرات وانت ما تجيبش، طب انا كمدير فني انا ذنبي ايه؟ عندنا مشاكل يعني عشان بس ما نبقاش احنا برضو ايه تمام. عندنا مشاكل محتاجين ان احنا منتخب زي ده نضغط عليه من الاول، محتاجين ان كان في وقت بعد ما احرزت الهدف تكمل بقى حته الفوران بتاعتك علشان الضغطه دي كانت ممكن تخلص المباراه. صحيح. معاك ومعاك ان احنا في اوقات كتير قوي بنرد في نص ملعبنا زياده عن اللزوم. انا كلنا متفقين على كده وعايزين نهاجم بشراسه اكتر من كده. بص لو وقفت الهجمه 2 4 6 3 رايحين على 6 صعب قليل قوي. عدد دايما عددنا اقل بكتير من الدفاع. صحيح. ماشي كل دي اخطاء فنيه نتكلم فيها لكن برضو ندي للراجل حق. لا هو الراجل لازم ياخد حقه. كابتن ربيع يعني رايك في اداء مستر فكري كوبر امبارح في المباراه يعني اللي بيتكلم فيه كابتن وليد ونحن بنتكلم فيه، انت بعد تحقيقك هدف في الدقيقه 5 يعني عندك فرصه كبيره جدا. اولا منتخب اوغندا مش بالمنتخب القوي، لا بعيد ان انت تبتدي تتراجع مثلا هجوميا عشان تخايف ان ممكن يحقق هدف او يجيب هدف. انت عندك قدرات كمان عاليه جدا، لاعبين على مستوى عالي جدا بيلعبوا في احسن الدوريات الاوروبيه. انت ايه اللي خلاك تتراجع كده بالجزئيه دي كابتن؟ يمكن حته تضيع اهداف دي موجوده مفيش مشكله. انت امبارح خلي بالك اربع فرص حقيقيه ضاعت امبارح. كوره خلي بالك ادي رمضان دي واحد، وعبد الله بالدماغ ادي اثنين، ومحمد صلاح ثلاثه، وتريزيجيه محمد صلاح اللي انفرد وعملها أيوة. خد بالك وعبد الله السعيد اللي خدها ولعبها في البعيد خمس ست فرص 100%. خد بالك التحفظ الدفاع ده هو قلنا الراجل عنده طريقه مثبتها وصل بيها هناك، وصلنا بيها وتاهلنا بيها، وصلنا نهائي افريقيا كان ممكن النهارده انت متصدر بيها وعلى بعد خطوات من كاس العالم. هو الراجل قال لك انا مش هغير الطريقه لان الطريقه دي، وفي نفس الوقت احنا لو بصينا للهجمه دي اللي جت رمضان الصبحي هتلاقي احنا الزياده يعني في الوقت المناسب الراجل له شكل هجومي في وقت مناسب بيسجل بيه هتلاقي أربعة حمر أو خمسة حمر وعدد أبيض قليل. يعني قصدي هتلاقي ده الشق الهجومي بتاعه. الراجل ليه فلسفة معينة في شكل المباراة فنيا، أنا بدير مباراة لمدة 90 دقيقة فأنا بمشي إزاي واخد بالك. فالشكل مهم جدا. هو الراجل فلسفة أنا بدافع التحفظ الدفاعي إحنا معاك والطريقة لازم تتغير في وقت من الأوقات. أنا من وجهة نظري يعني مش عاوز يغيرها. انت شفت الجمله دي؟ الجمله دي رائعه. الجمله دي لو عيدها لنا جمله وليد بعد اذنك يا احمد واحده 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 ورايح بيها والله العظيم من احسن الجمل اللي اتعملت خلال المباراه يعني. ما هي دي العوامل الخططيه اللي بنتكلم عليها، الجوانب الجماعيه مع الوقت. وبعدين انت عندك مشاكل كتير جدا
في الجانب الفني عارف ليه انت في لعيبه بتيجي. انا عايز دي، انا عايز دي اتكلم عليه بس بعد ما اكمل. انت عارف بتيجي بس بيجيب بس الجمله اللي اتكلمنا عليها اللي هي كانت راح بيها على الجول اللي اتقطعت هي بعد دي. انت عندك في لعيبه اساسيه بتيجي قبل المباراه بيومين محمد، يبقى انا الجانب الخطش الجانب الخطش تحفيز الوقت نفسه اللي دي قصدك على طبعًا. دي صلاح طبعا تاخد بالك هي واحد واثنين ثلاثه 10 على 10 رايحه الجانب خلاص اتقطعت. انت مش عاوز تفوق فنيا، عشان تفوق ادي لي 10 ايام ادي لي اسبوعين عشان اقدر احفظ واكرر يا محمد. ده خلاص ما بقاش مسموح في ظل اللاعبين المحترفين اللي عندك وتعتمد عليهم ماشي كمسيرات الكوره. انت عندك حياه جديده دلوقتي باحترامنا، احنا كنا في الماضي محليين كان بالكثير واحد بس كابتن محمود الجواري بيقعد يعمل بالشهور مش لا لا اقصده انت طول عمر الكوره المصريه اول مره العدد ده يبقى في عدد محترفين. مظبوط يا محمد، ما احنا نحسبها الورقه والقلم. انت دلوقتي بتاخد خطوات جديده وبتعمل شكل جديد وبتعمل في ظل ظروف ايه، كاس امم، كاس عالم، عندك فكر جديد واشكال جديده ولاعيبه ونوعيات جديده جدا. محمد محتاج الخبرات اليومين ما ينفعوش. الكره المصريه طول عمرها بتكسح المنتخبات الافريقيه اللي بتوصل كاس العالم. 2010 احنا كسبنا كل المنتخبات توصل كاس العالم. مظبوط يا كابتن، كسحناها صحيح صح ولا غلط بالمحليين. فالنهارده انت عندك ظروف ثانيه. انا ضد، هو الراجل عارف ان ادائنا بعيد واللعيبه والجمهور كله، بس اللي بنقدر نقوله ان في جوانب مهمه جدا لازم ندعم فيها، لازم نقف فيها، لازم نشتغل فيها، لازم حاجات كتيره جدا. علم التدريب عموما بيعتمد على مجموعه مكمله، اذا كان في عنصر بدني ومهاري وخططي ونفس بيكملوا بعض. في شغل كتير جدا لازم. وهو راجل بيلعب على الحته دي كابتن، هو ليه اعتماده بشكل كبير على اللاعبين المحترفين عشان الجزء البدني واللي هم بيكسبوا جهزانهم وثقتهم طبعا صحيح. وخبراتهم بتزيد. محمد صلاح امبارح، محمد صلاح رائع امبارح صحيح يا كابتن، اروع الامثله في نقل الهجوم المصري نقله كبيره جدا. حتى على فترات لما كنا مضغوطين عمل في اكتر من واحده بالعرض. هاي محمد صلاح نجم المباراه الاول محمد صلاح وكسبنا. اللي اقصده ان شاء الله الناس تصبر، احنا بقينا على بعد خطوات من الوصول لكاس العالم. دي يا محمد الحاجه بتاعت 100 خط وفي نفس الوقت الترابط الجمهور مع خد بالك مع اللعيبه مع كل الانديه لازم تساعد هذا الرجل. وفي نفس الوقت نصبر بس لحد ما نوصل كاس العالم ونقعد نتفاهم، واكيد الراجل عنده استعداد. لما الخبراء النهارده بيتكلموا في طريقه خد بالك في نظام في تغييرات هيسمع. بس نوصل ان شاء الله، وبعد كده اكيد استعدادك لكاس العالم دي مرحله. انا هكلمك كابتن على استعداد كاس العالم وطريقه اللعب، هل الطريقه دي هي اللي هتفيد؟ لا 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 هتفيد في كاس العالم. لا دي يا كابتن لا اقول لك حاجه، اقول لك حاجه معلش اكمل دي يا وليد. انت خلي بالك هي مرحله، مجموعه مراحل تمام. فنيا حسابات المدير، ما هو هيدافع، مش هيدافع كاس العالم ولا ايه؟ هيدافع طبعًا. بس المدافع ازاي يا محمد؟ خد بالك انا ممكن ادافع ب 4-3-3، ممكن ادافع 4-4-1، انا ممكن ادافع واقلب الشكل، لكن اللي اقصده ان هو ممكن، وارد كل شيء ممكن. كاس العالم من وجهه نظر انا لعبت كاس العالم ولعبت فرق اوروبيه كتير جدا، ووليد لعب وانت لعبت، بتختلف عن افريقيا تماما. صحيح الكره في اوروبا يا وليد بتختلف صح. تماما في المساحات صح. بتقابل هجوم بهجوم واخد بالك. بالعكس يا كابتن في كاس العالم الطريقه دي تنفع، لان في كاس العالم كل المباريات الفرق كلها العشرة بيردوا لورا، وهيبقى عندك مساحات في خط الظهر تقدر تحطها لمحمد صلاح وتلعب على الهجمات. لا لا اقصده يعني سيبك من الطريقه، ان في اوروبا بتختلف الافكار وتختلف واخد بالك الفلسفه يا وليد والطرق. او بص في اوروبا كده هيبقى الشكل كله كده، بص كل الشكل هيبقى في ماتشات اوروبا كده. كره ايه عندك يا وليد؟ مساحات وهجمات مرتده يا وليد. كره دفاعيه ولا كره هجوميه في اوروبا؟ كره هجوميه طبعا، بس يعني هي دفاعيه وهجوميه. انت التحول من الدفاع للهجوم طريقتك عامله فيها ازاي؟ من الهجوم للدفاع الامور اسهل بكتير يا وليد الارتداد ده. بس اتفضل طيب كابتن وليد، خلينا نتكلم هو الفرق بين الفرق يا فاروق عشان نفهم برضو الساده المشاهدين جزئيه مهمه قوي علشان ما يتلخبطوش في الكلام. كل الفرق بتدافع وكل الفرق بتهاجم صحيح. هو كل اللي بيقيس مدى قوه الفريق الفرق بين مثلا الريال وبلد الوليد مثلا في اسبانيا او بين مثلا اوساسونا وبرشلونه، هي فكره ان برشلونه اول ما بيقطع الكوره بيتحول من الدفاع للهجوم بسرعه إزاي؟ جدا ولما بيقطع منه الكوره بيرتد من الهجوم للدفاع ازاي؟ هو ده بس الفرق. بس صحيح. انت ليه المانيا بتكسر الدنيا وبتاخد كاس العالم؟ لان مكن المكانات الالمانيه اول ما الكره تتقطع تلاقي صواريخ، كل واحد ملتزم، كل واحد ملتزم مكان، واول ما يقطع الكره هجمه مرتده نموذج في اقل عدد من الثواني. اتفضل بدون عد كلامك.
هي ايطاليا لما خدت 82 كاس من البرازيل خدته بالطريقه الايه بالظبط الدفاعيه ولما خدته في برضه قريب 2006 تقريبا ايوه من زيدان لما اطرد صح من فرنسا صح كلامه الدفاعيه وبعدين الهجوميه. سؤال يا كابتن وليد، يمكن احنا طريقه لعب مثل كوبا خلاص 4-2-3-1 يمكن دي طريقه شبيهه يمكن للنادي الاهلي بتتغير كتير اثناء اللعب يعني هو غيرها هناك ما ده بقى سؤال ساعات بيلعبها 4-4-2 الفرق ما بين فرق طريقه لعب منتخب مصر في اوغندا والمباراه بتاعه امبارح هنا في القاهره. لا انا وجهه نظري اخطا مستر كوبر في مباراه اوغندا اللي على ملعبهم في اختيار الاستراتيجيه نفسها كانت فرق. بمعنى ايه؟ انا نزلت الملعب ولقيت الملعب سيء للغاية وكل التقارير واتمرنت قبليها وعرفت ان الملعب ده مش هيتلعب عليه كورة حلو كده. ادي حاجة الجهاز الفني ومستر كوبر بيقول ان هو ذاكر اوغندا كويس قوي واتفرج لها على ماتشات كتير جدا. طيب احنا حتى من غير ما نتفرج احنا كنا عارفين ان اوغندا هتعمل كورة طولية للراس حربة او ورا عبد الشافي او ورا احمد فتحي، مش هيعملوا غير كده، مش هيقدروا يلعبوا يباصوا عليك. تمام، انا عرفت الكلام ده حلو، انا المفروض العب ازاي؟ يبقى انا ابقى عارف ان انا هلعب جيم كله عالي، الكره الثانيه هتترد من حجازي، ايه اللي هيحصل؟ كوره هتروح ورا عبد الشافي، مين اللي هيغطي؟ ورا احمد فتحي، مين اللي هيغطي؟ صح ولا لا؟ مظبوط. هو لعب باستراتيجيه ريحتهم هم، يعني طب انا بلعب من حجازي ورامي ربيعه على الراس حربه، هو في راس حربه؟ انت كنتش حاطط راس حربه؟ ده بيلعب بكهربا، كهربا مش هينط. يبقى انا المفروض رقم واحد كان يلعب عمرو جمال او احمد حسن كوكا هناك. ده انا بشيل الكوره من ورا لقدام، يبقى عايز حد ينط وتنزل لمحمد صلاح. ادي واحده. فهو لعب مقلوبه، المره اتقلبت غلط. يعني النهارده لما جه في منتخب مصر انا بقى الملعب حلو وبرج العرب وانا اللي عايز اهاجم، الموضوع مختلف. فالفكره ان انا بقيس كل مباراه المفروض تتلعب ازاي. يعني المفروض العب الكونغو اللي جايه، انا اقول لك حاجه، مباراه الكونغو تستحمل ان انا العب مثلا بنيني وعبد الله السعيد، ممكن تلعب باثنين راس حرب، والعب باثنين راس حرب، لا والعب بحاجه تاني، ممكن العب بنيني وعبد الله السعيد جنبه او صالح جمعه، ويبقى يعني مثلا النني وصالح جمعه ويبقى قدام محمد صلاح وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وعمرو جمال. يستحمل الملعب؟ يستحمل، فرقه واخده خمسه على ملعبها. انا ده لازم تفرمها، خد بالك، لازم الناس تبقى فاهمه حاجه، عدد الاهداف ممكن لا قدر الله يفرق جدا. اوغندا لو كسبت غانا حتى لو 1-0 هتبقى هي بلس 2 وانت دلوقتي بلس 3. تمام، فانت النهارده لو ما كسبتش الكونغو 2 و3 و4 و5 انت هتعاني بعد كده، لانك لو عملت تعادل حتى مع غانا والكونغو اتغلب من اوغندا سكور، اوغندا توصل. ما بالظبط، ببساطه بالظبط. فانت انت اولا احنا قعدنا نقول امبارح وقعدت هاتي معاك يا جماعه الفرص، يا جماعه اما نكسب واحد غير لما نكسب اثنين غير لما نكسب ثلاثة. ما بقاش المواجهات المباشره، ده بقى الاهداف، فرق الاهداف. فانت النهارده لازم تحط نفس اللعيبه، لازم تبقى واعيه للكلام ده. ممكن فرقه توصل كاس العالم بفرق جول، ده جيلنا حصر. يعني لو اوغندا وصل كاس العالم بفرق جول ده جيلنا نقطه، صح ولا لا؟ يبقى حاجه تجنن. فانت اعمل كل السيناريوهات. نتمنى ان غانا تكسب اوغندا او تتعادل ونرتاح نكسب الكونغو 1-0 ونوصل كاس عالم، يا ريت. الاماني جميله. لكن افرض اوغندا كسبت غانا 1-0 بس في اوغندا، يبقى انت ايه الموقف؟ الموقف هيبقى صعب، لان انت لو لعبت بالشكل ده وقعدت تضيع فرص مع الكونغو وكسبتها 1 ولا 2 بس، طب انت طالع لغانا لا قدر الله لو خسرت يبقى بره كاس العالم. لكن نفترض ان احنا عملنا تعادل، وتعادل مع غانا غالبا هيبقى 0-0 صح؟ او 1-1 بالكتير. تمام، وجي اوغندا راح ترعى الكونغو دي 5 زي ما هي بتتغلب كده، يبقى هم هيوصلوا. فانت مهم جدا انك تقيس الكلام ده. لعبتني انت كده يا كابتن. طب ما هي الموضوع مرعب، مش هيوصل، خلي بالك كده ان شاء الله، ما تخافش والله. بص يا كابتن، يعني امبارح يعني الوضع كان مخيف واحنا قاعدين بنتفرج لغايه اخر دقيقه، ما انت في لحظه وكوره من الكور الثابته اللي معموله حوالين 18 ممكن الامال كلها تروح. يا عم محمد على مسؤوليتي ما تخافش ان شاء الله. كابتن انت بتقول احنا هنكسب غانا في غانا؟ هنكسب غانا في غانا على اساس؟ هنكسب غانا في غانا. ايوه، المهم نوصل قبليها ولا لا؟ انت كده كده هتكسب بامر الله تعالى ان شاء الله. وهتروح غانا وانا مش هتكسب غانا. غانا كابتن وجهه نظرك، يمكن المهندس هاني ابو ريده النهارده بيتكلم على اللعب النظيف وجزئيه ان انت تعمل اللي عليك طبعا، انت تكسب الكونغو زي ما الكابتن وليد بيتكلم بعدد اهداف وفير، وده اللي كنت بتطالب بيه امبارح وبتطالب بيه في المباراه الاولى، ان انت تكسب حتى وتعمل نتيجه ايجابيه في اوغندا. ولكن
هل ممكن غانا ممكن تتعامل بشكل مش فير بلاي او يبقى فيه ان احنا مع اوغندا في المباراه القادمه؟ خلاص غانا الى حد ما بعيد عن التصفيات او بعيد عن وصول الكاس. لا مش كده يا محمد خالص. غانا هتلعب عشان تكسب اوغندا. صدقني افريقيا مش غانا فريق كبير وتيم كبير وسمعه، وبعدين معظمهم محترفين. انا ممكن بقول لك الماتش الاخير ان ثلاث ارباع المحترفين ينسحبوا. عشان كده ان شاء الله ان شاء الله حتى المحترفين، يعني انت بعد ما تكسب الماتش جاي اعتقد ثلاث ماتشات ورا بعض او ماتشين ورا بعض قبل الثالث بتاع غانا هيدي ثقه كبيره جدا وهيدي روح غير عاديه. واخد بالك؟ وده هيبقى النهائي لما تعادلنا مع الجزائر 0-0 وجينا في مصر يا محمد، ودي ده روح اللاعب المصري. اللاعب المصري لما تجيله فرصه ويبقى خلاص وحاسس ان الماتش ده هو اللي هيفرع 90 مليون بعد 27 سنه، مش ممكن المصريين يفرطوا فيه، مش ممكن اللعيبه المصريه يفرطوا فيه. طبعا حتى لو ايه الموضوع اللاعبين، مع احترام الكوبر، وان امبارح انت لو هو كوبر عنده مجموعه من السلبيات الفنيه اثناء سير المباراه، قبل المباراه واثناء المباراه، كلنا عارفين كده يا محمد. صحيح. لكن انت امبارح هو محمد صلاح ده مش لعيب مصري ولا ايه؟ ما هو محمد لما راح تابع دي مش بتاع كوبر، لما عمل الفول على الجول يا وليد مش بتاع كوبر ابدا، بتاع المصريين. هم هتهزمنا في اوغندا في الشكل ده والجو ده والمثاليه وال 80,000 ظهر هنا اللاعب المصري. فعشان كده بقول لك انا ان شاء الله عارف ما فرطناش في مصر هنا في ماتش الجزائر في وسط، واخد بالك؟ الجزائر بمحترفينها، الجزائر بخبرتها، الجزائر بتاريخها، كان وصل 82 و86 واحنا لا وصلنا ولا عملنا ولا عندنا لاعب محترف ولا اي شيء، لكن قصدي الفرصه جات لنا من الجزائر. هو ده اللي هيحصل بامر الله، ربنا يكرمنا ونكسب الكونغو باذن الله تعالى. يبقى ده عندك ماتش اوغندا كسبناه انا اولا امبارح، وبعدين ان شاء الله وبتوفيقه باذن الله الكونغو هتروح غانا. عندك 12 بونت ان شاء الله تعالى ان شاء الله، وربنا يكرمنا قبل غانا. حتى لو في اي حاجه انا بطمن، لان احنا القدران بصرف النظر عن الجانب الفني في ماتش اوغندا يا جماعه دي حاله الضغط. انا كنت بتكلم على الضغط، وكنا بنتكلم على الضغط العصبي والنفسي على اللاعبين يا كابتن، ان هم يعني برضو حته الوصول لكاس عالم، حته الجماهير اللي موجوده في الاستاد، الجماهير اللي قاعده ورا التلفزيونات وبتطالب المنتخب انه يكسب، كل ده برضو بيبقى ضغط. في نقاط كمان مهمه جدا، الاعلام طبعا اللي عمال اللعيبه دي يضغط على اللاعبين، طبعا اللعيبه دي بشر برضو. انت عندك في خلال 10 ايام لعبت ماتشين، انت سافرت جيت، في لعيبه جت من سفر وراحت على سفر، واخد بالك؟ ورجعت من سفر ولعبت ماتشين 180 دقيقه. صحيح. انت المجمل العام برضو دول بشر. والفوارق خلي بالك ما بين اوروبا وبين افريقيا كتير جدا في الاجواء واللعب والطيار والسفر، خد بالك دول بشر. انما اللعيب المصري لما بياخد راحته كويس قوي، لما بيراكز كويس قوي، لما بيلتزم، لما بيلاقي الفرصه من ربنا سبحانه وتعالى، احنا ربنا بيحبنا الحمد لله، وان شاء الله في نيه ان شاء الله ان احنا لما ربنا كرمنا بتعادل الكونغو مع ما ده فضل ونعمه يا محمد، ده عشان ربنا بيحب المصريين ومع المصريين. فاللعيبه من وجهه نظري هيقدموا عرض في الكونغو عشان نروح بيه باذن الله تعالى، يمكن ما نحتاجش غانا، لكن حتى لو احتاجنا غانا انا بطمن وعلى مسؤوليه الكلام ده. انا عارف بتكلم على ايه، على قدرات، انا ما بتكلمش في الهوا، انا بقول توفيق الله سبحانه وتعالى زاد في قدرات عندي، حتى القدرات دي ما ظهرتش امبارح كويس وفي اوغندا كويس، لكن هتظهر في الوقت المناسب كويس، وخاصة بإذن الله تعالى في آخر مباراة لما تتألق وتبقى أول مجموعة إن شاء الله تعالى، ومحتاج تعادل أو مكسب هتكسبه، لأن أنا عارف إن القدرات دي قدرات عالية جدا. صحيح. خد بالك واللعيبة المصري هو الجمهور وبيتكلم على أداء، هو عارف القدرات اللي موجودة عند منتخبنا إيه. هو كمان بس يا كابتن فاروق في حاجة، دورنا إحنا كإعلام إن إحنا نشيل الضغوط من على كل اللعيبة وكل الجهاز الفني، ده دورنا دلوقتي. الفكرة إن إحنا لازم نعرف إن ده منتخب شاب، مجموعة من الشباب الصغيرين في السن، لازم ما نحطش احنا عليهم ضغوط. خد بالك الضغوط بتتحط على الجهاز الفني وعلى مستر كوبر وعلى اللعيبة من كل الوجوه. يعني حتى يجي ناس يقولك ايه المنتخب 70-80% محمد صلاح، ما ده ضغط على اللعيبة، انت بتضغط كده اللعيبة. مين اللي قال كده؟ ما كل المنتخبات لازم يكون فيها نجم. امبارح الارجنتين، ما هو ميسي لما بيقف مع الارجنتين ولا مع ما انت لما بتروح البرتغال هتلاقي كريستيانو رونالدو، شيء طبيعي. كل فريق فيه نجوم، ده بالعكس، ده محمد صلاح اللي محتاج جدا واحد زي عبد الله السعيد، اللي محتاج جدا واحد زي صالح جبر. لان انت لو ما عندكش يعني معلش هات لنا الهدف تاني كده، لو عبد الله السعيد ده رجله تقيله توديك عند الكورنر، ولا تودي الكره دي للجون، ولا ما تتظبطش، ولا الباص ما يطلعش بالدقه دي، ما خلاص محمد صلاح جري على الفاضي. فهي الفكره ان ابص طب ارجع معلش تاني، وهو عبد الله بيحطها، مين اللي محتاج مين؟ الاثنين محتاجين بعض طبعا. لكن صلاح محتاج اكتر عبد الله السعيد ده. ايه رايك؟
لان انا كنت راجل بلعب في بس ايوه كمل 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 ولم خد بالك احنا من الاول بس وقف هنا مين ممكن في الزحمه دي كلها 4 5 6 7 8 9 شيلت الكوره كده خد بالك هو عايز يوديها فين هو عايز يوديها على نقطه البينالتي ليه علشان ولا حارس المرمى يلحق يطلع ولا المدافع تبقى قصيره ياخدها بدماغه بص عايز يشيلها كمل كمل وريني معديه من راس الراجل قد ايه بص فين بص يعني مفيش يارده فوق دماغ الراجل عشان تنزل في الحته دي في البينالتي اريا بالظبط فهي الفكره مش عايزين نقعد نقول بقى ده منتخب فلان ومنتخب صلاح وصلاح لو غاب ما هو كل الكوره في العالم كله بتتركب على بعض انا الكابتن ربيع ياسين بيلعب جنبي سريع وانا راجل بطيء بس انا الباص بتاعي حلو فبحط له كان الكابتن ربيع يقول لي كده بص ما تدهنيش انا شايف الرايه نشن على الرايه تحط الباص وهو سريع يروح من الطرف ويلعب بالعرض هي الفكره امكانيات بنستخدمها علشان نوفقها مع بعض صحيح. انا عندي فاروق بيعمل تكف عالي وعندي بلال بيجي على الارض يبقى انا بلال على الارض وفاروق على العالي وهكذا نكمل بعض ما نقعدش نقول بقى ايه ده المنتخب ده بتاع صلاح ولو صلاح من احسن لعيبه مصر خلاص في التاريخ لكن في الاخر ما ينفعش نقول بص ارجع معلش يا احمد تاني ارجع اوريك بس عبد الله لا ارجع معلش لو ترجع يا احمد بقى الهجمه من الاول لما من اول ما عبد الله استلم عشان اوريك برضو عبد الله طبعا بص اقف لا ارجع معلش ارجع وهو بيستلم عبد الله وهو بيستلم هنا من رمضان رفع عينه ايوه خليه يستلم بقى شاف مين جوه 18 بص خلي عبد الله يستلم ايوه 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 بس اقف هنا بص عبد الله بص لا الدنيا مخنوقه فراح عامل ايه كمل بقى راح موقف الكوره لقاها مخنوقه قال لم تاني علشان الوضع يتغير غير كده تمام رقص وبعدين لم تاني لجوه وبعدين بدا يبص تاني خلاص عمل الجمله اللي كان تريكا بيعملها مع محمد صلاح اللي كان بص مش شرط مين يعملها مع مين المهم ان احنا نوصل والمهم ان احنا نهدف لكن طلع بقى رمضان طلع تريزيجيه طلع محمد صلاح طلع عبد الله طلع صالح جمعه هو اللي عاملها ما عندناش مشكله طيب كابتن ربيع يمكن امبارح واحنا بنتكلم ما كان ينقص المنتخب في الشكل الخططي انه كان المفروض يتعمل امبارح وما اتعملش كان ممكن يفيد اكتر في الجزء الهجومي ويفيد اكتر في عدد اللاعبين بوفرتهم داخل ال 18 ما عملوش مستر ريكتور كوبر امبارح هو احنا الشق الهجومي مهم جدا يا محمد واحنا قلنا ان الانيابه الهجوميه والشخصيه الهجوميه هي اللي كان بيفتقدها منتخب مصر احنا يعني وصلنا على فترات كبيره جدا لكن الترابط الجماعي والجماعيه اللي دايما موجوده في المنتخبات الكبيره ما كانتش موجوده بالك احنا عندنا شغله اطراف محمد في كروسات من عبد الشافي واحمد فتحي ده كان لازم يبقى موجود بكثره عندك التلت الامامي انت عندك الكره المصريه عموما وعلى راسها النادي الاهلي اللي هو بيحطم كل الارقام بتعتمد على نسبه الاستحواذ الكبيره من التلت الاولاني التلت الدفاعي للتلت الوسطاني عشان اقدر اعمل بقى شغلي كويس قوي من تلت انا ببني كل شغلي على وسط الملعب في استحواذ 2 3 في تمرير 4 5 6 7 8 نسبه الاستحواذ اللي بهمت بيها اي فريق واخد بالك عشان في التلت الاخير اعمل ترابط اعمل تحرك اعمل واخد بالك تمركز اعمل جري اعمل مساعده اعمل فينش على الجول هو ده امبارح محمد احنا حاسين اللعيبه بتلعب على الواقف ما فيش التحرك مفيش الكوره والهروب واخد بالك والمساحات المساحات دي دايما منتخب مصر والانديه الكبيره زي مثلا الاهلي الزمالك الكوره المصريه بتبني دايما وبتروح اللاعب المصري لما بيلاقي مساحه محمد بيروح المساحه دي كنا عاوزين نلاقيها لمحمد صلاح المساحه دي لتريزيجيه المساحه دي رمضان صبحي فالنهارده انت التلت الاخير اللي المفروض تعمله في التلت الاخير ما عملتوش امبارح خد بالك تبادل المراكز والهروب كان كله واقف مستسلم انت لو تلاحظ التحرك قليل قوي لما محمد صلاح اتحرك الهدف صحيح كابتن الفنت ده كابتن 10 على 10 طبعا 10 على 10 هو ده الكره المصريه الهروب في حاجه في التلت الاخير اسمه الهروب وتبادل المراكز واخد بالك هو ده اللي كان يبقى موجود انما كله كان ثابت كله كان واقف حتى تغيير محمد صلاح حتى تغيير تريزيجيه حتى تحرك عبد الله كله الرباعي والخماسي الخامس بتاعهم كان المفروض النني خد بالك ده الاربعه والراس حرب الصريح والباكين دول السبعه اللي المنتخب مصر بيبني كل الشغل عليهم عشان يروح بيها على الجول في حاجه اسمها انهاء هجمه انهاء الهجمه دي محمد تيجي بالزيادات لكن زايد برضو عندك حاجات التصويب نسبه التصويب مش في خالص تقريبا خالص الثوابت اللي عندك امبارح كانت قليله القرار هم ضربات ركنيه كتيره جدا يعني منتخب مصر برضو كان بيعتمد على الثوابت اذا كان فاول يمين شمال او على ال 18 حاجات خطيره بتقربك ده الدليل ان برضو مجموعه الاخطاء كان لازم طول ما انت بتضغط
طول ما انت بتروح طول ما بتضيعش منك كرة هيبقى في اخطاء عليهم ففاولات عليهم دي كلها كانت بتفرق معاك. وفي ماتشات حجازي كان بيطلع يسجل، كان رامي ربيعه بيطلع يسجل، خد بالك عندك ضربات الراس عمرو جمال قبل ما يتصاب، فالحاجات دي كلها الفينش في التلت الاخير التلت الامامي هو ده اللي كان ينقص منتخب مصر. الترابط في الشوط الثاني هجمه بعملناها بعد كورنر علينا في الاخيره، الهجمه دي لو فيها ترابط هتجيبها جول، اللي عملها محمد صلاح واخد بالك لعبد الله ووصلت لتريزيجيه. التلت الاخير دي يا ريت تجيب الهجمه دي في اخر في اخر خمس دقائق بتاعت تريزيجيه يا كابتن اللي ضيعها ولا لا هجمه احنا عاملينها قطعنا كورنر علينا قطعناها وروحنا اللي صلاح جري بيها مسافه طويله جدا وعملها لعبد الله الصعيد كنا احنا زياده وليه هو ده بص خد بالك شوف النهارده اهو ادي واحد دي سريعه ده بس في برضه قبل دي من تريزيجيه ليه هنا العب بوش رجل وسرعته لا انا بشرح بس دي يا وليد معلش رجع لنا لا رجع لنا الهجمه دي تاني هو ده الترابط اللي بتكلم عليه رجع الهجمه تاني معلش دي اللي انت تقصده ايوه ادي واحد تمام كملها يا احمد كملها اللي فاتت دي اللي علينا وجاهز يطلعها دي اللي علينا لا لا اللي لينا احنا اللي كنا في الاواخر هي في الاواخر قطعها اقول لك جبتها لنا دي دلوقتي حجاز اللعيبه لصلاح دي اللي فاتت دي هجمه من الهجمات اللي جت لنا يبقى التلت ادي واحد تمام تمام خلي بالك لو في ترابط هو دلوقتي اللي معاه الكوره تريزيجيه واقف واقف بقى هو المفروض تريزيجيه يقف على الكوره فاكر كورة صالح جمعه ما عمل الوان مع مؤمن زكريا وخدت الكوره على الجون اقف بيها معلش اقف بيها هو سابق الناس كلها يروح على الجون يا كابتن اقف يروح على الجون هنا حلول كتير جدا انا لو فايق هروح على الجون انا موجود واخد دول في ظهري يا وليد هو عنده سرعه كمان يا كابتن ده كان لسه نازل او اقف يا وليد على الكوره اقف اكثر بص جاي من ورا مين جاي من ورا مين او عند محمد صلاح الخبره اللي هناك خد بالك النجم هو ده التصرف عارف ليه يا محمد عشان مفيش ترابط عشان مفيش جماعيه لو في جماعيه في الثلث الاخير تروح وتسجل هو ده اللي كان ينقص الفريق بقى طيب نفس السؤال يا كابتن معلش كابتن وليد جزئيه ايه اللي المفروض كان يتعمل بالنسبه لمنتخبنا امبارح في الجزء الهجومي وما اتعملش بص المباراه بس عشان عصبيه يعني خلينا نقول ان احنا اتفقنا على ان كل الناس ذكرت كلمه الضغوط لكن انت لو شلت الضغوط اهي الهجمه اللي بيقول عليها الكابتن ربيع قطع طارق حطها حجازي لصلاح صلاح رقص واحد مساحه كبيره رقص الثاني كمان بسرعته عدى طبعا ما شاء الله الله اكبر صلاح ما شاء الله وهنا حطها بس اقف بقى لما اقف 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 تحرك تريزيجيه غلط اولا ما يتكمل يعني كمل فريم بس خلي عبد الله يستلمها لجوه تحرك لجوه تريزيجيه لازم يتحرك من ورا عبد الله تيك اوفر مش لجوه هو خناق لجوه بس هو فين هنا لو تريزيجيه غير وراح ورا عبد الله عبد الله هيحطها له او الراجل هيضطر يروح صحيح. مع تريزيجيه وعبد الله يدخل لجوه لكن تريزيجيه دخل في حته غلط ادي واحد رقم اثنين كمل بقى ادي عبد الله دي حاجاته عبد الله بما بيسند كده يعني ايوه بيسند كده هو واخد القرار اوف بقى اوف هنا عبد الله لازم الدقه هنا التوتر والضغط اللي عبد الله نفسه بيقول عليه عبد الله لو شالها في البعيده جون ولو حطها زي ما اسكو بيعملها من بين رجل الراجل المدافع في القريبه جون خد بالك لان الجون ده 70% من التالق بتاعه بيلعب على التوقع هو عارف ان محمد صلاح لما يخش من اليمين هيحطها في البعيده هو عارف هنا عبد الله هيحطها في البعيده فهياخد خطوه برجله كمل بقى احمد بص 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 عمال بص 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 شايف خطوات رجل الجون رايح على البعيده لان هو بيلعب على التوقع لو عبد الله قفل بطن رجله على القريبه جون ما بين رجل الراجل فدي كلها حاجات طبعا في ناس قالت انه يلعبها الناحيه الثانيه لكن اظن ان كوكا اوفسايد ومحمد صلاح صعب جدا انه يشيلها تشيب باص من فوق الناس يعني هيبقى هو خد القرار اللعيب هنا واخد القرار ان هو هيلم ويحط كان سهل له بس تريزيجيه ان لو عدى من وراه هياخد نظر الجون برافو عليك يا احمد هنا بص صلاح راح وحطها عارف الكره دي الجون طلعها عليه لانه لعب على التوقع هو عارف ان صلاح لما يدخل كده كره من اصعب الكرات على حراس المرمى لما تيجي من ورا هيبان ان الراجل ده لمسها بطراطيف طراطيف صوابعه فبالتالي هي بس موضوع الهدوء وتشيل التوتر وتلعب على امكانيات زمايلك انت اديتني ملاحظه امبارح احنا بنتكلم يا كابتن وليد على الماتش ان وقت التحضير بتاع منتخبنا الوطني كان الطرفين كانوا بيشتركوا في عمليه التحضير وده في حد ذاته وانت بتلعب على ارضك ومطالب انك تكسب ده وضع المفروض ما يبقاش صحيح وده اللي انا كنت يعني المقصود من سؤال لا دي حقيقه دي مشكله يعني اتحطت فنيه من مشاكل مستر كوبر ان هو الطرفين ما بيزيدوش خالص احنا عارفين احنا شايفين مثلا في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في الفرق الكبيره السردباكين وهم بيحضروا
لازم الباكين يكونوا فاتحين الملعب على اخر الاطراف وعلى قدام علشان يدخل الهافين لجوه اذا كان رمضان او صلاح وتبتدي تعمل جمل. مشكله ان عبد الشافي واقف واحمد فتحي واقف فانت عندك الاربعه فلات على خط واحد كمان بيجي لهم طارق حامد والنني بقى في سته تحت خط الكوره فاضل لك كام قدام؟ اربعه الاربعه في وسط سبعه ثمانيه فهنا بيبقى في صعوبه الناس بتحس ان ايه منتخب مصر بيعاني وهو بيحضر ودي حقيقه هو الطبيعي ان حجازي معاه الكوره حجازي بيلعب ناحيه الشمال كده يحطها الرامي ويبقى الراس حربه مثلا يضغط على حجازي يحطها الرامي يبتدي يبقى في جمل كمان انت ريحت الفريق الثاني في عمليه الضغط انت صعدت كمان المهمه على الاربعه اللي هم رمضان وعبد الله السعيد وصلاح وعمرو جمال. في ناس كتير قوي اتسالت امبارح في استوديوهات ليه عمرو جمال بينزل؟ ما هو لازم ينزل يعني هات الهجمه بتاعه محمد صلاح اللي حطها لعبد الله السعيد اللي هي عدت من فوق راس عبد الله هاتها وانا اوريك انني لما استلم ولف ما فيش حد خالص لازم كان عمرو ياخد الثلاثه متر سبرنت عشان ياخد الكوره عشان يفتح له سكه لو عمرو ما اتحركش الدنيا هتبقى واقفه لان هم اربعه بيهاجموا على سبعه ثمانيه فانت في حاجه اسمها في الكوره او في الشاشه مش هنشوفها احنا مش هنشوفها الناس مش هتشوفها لانك انت اللقطه على اللعيب اللي معاك كوره مظبوط لكن انت لو طبعا بفكرنا احنا كلعيبه كوره قدام ومحللين انت تبقى شايف اللي هو مش متشاف في الكاميرا اللي هو فكره ان انا في سته تحت خط الكوره لما النني بياخد الكوره وبيديها لطارق حامد طب ما الاربعه الديفنس واقفين ما يبقى كده سته طب الاربعه دول اللي هو محمد صلاح وعبد الله ورمضان وعمرو ازاي واقفين في وسط 7 8 9 ما هو اكيد بيعانوا واكيد اللي بياخد خطوتين عنده مشكله مش هيعرف يعملها كيف فبيرجعها لك ورا تاني نزول. لكن انا لو زقيت الباكين دول يعني عبد الشافي عمل كام اوفر امبارح هقول لك كام اوفر ولا اوفر ما انا بقول لك حاجه انا ما بفتكر مش موجود. احمد فتحي اوفرين واحد باليمين واحد بالشمال وخلاص احمد فتحي سنه بيزق لكن في الاخر مش دول الباكين احنا بنشوف الباك ليفت ده علي معلول طاير على طول في منتخب تونس اي باك ليفت في اي فرقه بيعمل جبهه ويخش لجوه ويعمل وان تو احنا ما عندناش مثلا دي مستر كوبر قافلها مخلي الطرفين هم بس اللي يهاجموا يعني صلاح ورمضان هم اللي ليهم حق الهجوم ماشي وجهات نظر وخلاص بس هي الفكره في ايه؟ انا بوريك المعاناه ماشيه منين فانت لو جبنا الهجمه بتاعت محمد صلاح دي هتلاقي هجمه كويسه وكان فيها خمسه سته يعني بعد لما الكوره طلعت على صلاح لكن قبل كده لو عمرو ما اتحركش هيبقى في معاناه صحيح. طيب خلينا نروح لفاصل كابتن هرجع اكمل كلامي الجزء الفني لمنتخبنا كابتن ربيع كابتن وليد وطبعا كلام كتير في المباراه يمكن جزء احنا كنا عايزينه هو جزء الهجوم يمكن شفنا عمرو جمال كان بيقوم بدور كبير جدا في حته التحركات في حته ان انت تضايق خط دفاع فريق اوغندا ولكن طبعا عمرو كان بره ال 18 بشكل كبير يعني هنشوف كذا كوره عبد الله السعيد هو اللي بيبقى موجود والكوره توصل له على راسه كنا لو عمرو جمال هو اللي كانت بتوصل له الكوره بالشكل ده كان الموضوع يبقى اختلف في حته التهديف ولكن طبعا هو ده الشغل اللي بيعتمد عليه مستر هيكتور كوبر بخصوص ان يبقى اللي هم اللي جايين من ورا هم اللي بيبقوا فاضيين بيبقوا هم المتواجدين في ال 18 هروح لفاصل وارجع طبعا نكمل كلامنا على مباراه منتخب مصر واوغندا امبارح الحمد لله اللي احنا فوزنا فيها 1-0